الخير عليكم وازول في اللون على كل حال ازكى ان شاء الله واش نقول لكم حال هايل هايل لبروفيتو شويه ضباب مع الصباح خفيف على كل حال يقدر يكون على المناطق الساحليه وشويه سحابات خاصه المناطق الشرقيه الساحليه هي يكون في بعض الاحيان راجع للضباب وايضا من جهه بعد المناطق على الهضاب العليا كمنطقه اريس ولا خنشله ولا باريكه يقدر يكون بعد سحابات في الجبال اما الجنوب الكبير هايل هيا نجوزو الظاهرة الضباب هذا كيروح حتى دوك السحابات يروح واش كاين اضطراب جوي إن شاء الله راه يلحق راه يلحق الأمطار الله يبارك راه يلحق بداية تبدا تتلبد السماء في آخر نهار على كل حال في آخر نهار يحب يقول من المغرب الفوق من لاكس اللي يربط دوف حتى البشار وهاد السحابات قد ما نروحو قد ما تطلع للمناطق الغربيه تاع لنا تلبد السماء، هذا سحابا لانها تبدا تصب الامطار على المملكه المغربيه، هذه الامطار تلتحق في الفتره الثانيه تاع ليلة الغدوه ان شاء الله، على الولايات التعاويلات بشار، منطقه بني عباس، حتى هذه المنطقه تاع حاسي خبي وحاسي منير ولا غار جبيلات وحتى تندوف، على كل حال ننتظروا امطار في الفتره الثانيه تاع على منطقه، تلغ. امطار معتدله على كل حال، لان الخير وجاي من بعد ان شاء الله، الخير وجاي بالسبت وجاي بالحد. وهذاك الخطر يقيس كاع المناطق الشماليه بون بالظاهره كذلك الحال شباب على الغرب على الوسط على الجنوب الكبير هناك كيلحق الاضطراب الجوي مع العشين ينوض الريح معاه ينوض الريح ينوض الغبار ينوض الرمله هنا الرمله دائما على كل حال لانها ستون ديبرسيون هيا نجوزو لدرجه الحراره ننتظروها غدا وصبيحة مع الفلو هذا تاع سيد واس قبل الوصول الى السحب هذيك حب يقول لا تومبيرتيو تطلع شويه لانها لافون كاين فلو دو سيد واس تطلع ل 15 شوية 30 دوف 14 بني عباس وتا بالباله و13 من جهة إيقلي وبشار وبني والنيف من جهة النعامة عين صفرة بقطب حوالي 8 درجات ستة من جهة الجلفة الشارف وأيضا أفلو حتى الحاسي بحبه وعين وسارة ومسعد أما فيما يخص خنشلاباتنا باركة بس بير العاثر منطقة سوق هراس ما بين 6 7 درجات حتى قسنطينة 8 بميله وفرجيوه، اما فيما يخص السواحل من 12 الى 13 سائل درجه بلا ما نساو بوكرره اللي ننتظروا فيها واحد 12 درجه نسبه رطوبه مرتفعه وتقدر تكون فيها ضباب مع الصباح. اما الجنوب الكبير تلحق حتى تل 15 درجه على اقصى الجنوب و12 في مدينه نمرسات خاصه بحوم تسلسوف. ايا نجوزوا للظاهره. ايا الظاهره شوفوا شحال تكون. راهي في المعدل الفصلي وزوية مع المعدل الفصلي باسكو افو لا ريفي دون بيرتيباسيون لو فلو يكون سود وست اوتوماتيكمون الحراره تكون ما بين 6 17 على الهضاب العليا 19 23 شويه طالعه على المناطق الغربيه 21 على الوسط و22 على الشرق 29 على الجنوب الكبير 27 بيطام الراسات و 25-24 درجة على منطقة بني عباس وأيضاً أتين دوفا الملاحة والصيد البحري غير بروفيتو با لونغروط من فوق الروش يصيدوا والريح طايح 20 كيلو في الساعة 15 على الشرق الغربي الغربي جنوبي غربي سينو كما يقول لك اتجاهات مختلفة سي دي فون في الشمال على سود باليار 50 كيلو في الساعة شوية نايد نور باليار تما كيكون نايد الريح تما يكون مهول البحر وأيضا وست ساردين جزيرة ساردينيا على هذه المنطقة كذلك يكون نايد لأنه يكون نور وست آه نور نور آه نور كاريمون الرؤية مع تقدر تكون رضيئة آه سبب شويه ضباب ولا سحب سفلى نروحوا لبسكره بسكره هذه هي قبه سيدي زرزور وهذا واد سيدي زرزور سبحان الله العظيم باش تشوفوا نهار يحمل الواد هذا لان كي يحمل نهار تصب الامطار قويه في الاوراس وكي تصب الامطار قويه الامطار اللي كاع تحبط تحبط على الجنوب اللي يقول تروح على الجزء على القنطره وتلحق البسكره هذا الوادي يجوز على قلب مدينه بسكره الواد يحمل من ويحمل من ويدي كل شيء يجي جري الجار ونقولكم وهذه القبة تقعد انتاكت كما تشوفوها راهي مبيضة بلا شو ودنيا وكاع هذه هي قبة سيدي زرزور وواد سيدي زرزور في مدينة في قلب مدينة بسكرة بمدينة بسكرة نعود له العاصمة نشوفوا الشروق وغروب الشمس إن شاء الله لغدوة إن شاء الله سبعة 27 نوفمبر 2014 الشروق والغروب الشمس وهذه العناوين في خدمتكم نخليكم مع سيدي زرزور بولاية بسكرة